من احتفالات التاسعة نروح لماتش النهاردة. طيب خلوني أبدأ مع حضراتكم بمباراة النهاردة. لو تاخدوا بالكم خلال الشهر اللي فات بالكامل لما كنا بنيجي نتكلم مع حضراتكم كنت دايما بقول إيه؟ كنت دايما بسأل سؤال، هل الإيقاف إيقاف الدوري أو إيقاف كرة القدم في مصر لمدة شهر سيؤثر سلبا أم إيجابا على النادي الأهلي، وكيف يستطيع مارسيل كولر إن هو يستفيد من الشهر اللي فات؟ دائما كانت الإجابة بتقول إن الأهلي أكتر فريق هيتأثر سلبا لأنه كان الأفضل قبل الإيقاف الشهر ده، لغاية لما يرجع الأهلي مرة تانية هناخد وقت شوية. أنا بقول لحضراتكم بمنتهى الصراحة، يعني أنا كنت متوقع مباراة المقاولين أن يظهر النادي الأهلي بهذا الشكل، ولكن على الرغم لما أجي أتكلم تحليل أو فنيا عن هذه المباراة، هذه المباراة هي أقل مباراة للمدير الفني مارسيل كولر وأقل مباراة للاعبين اللي موجودين في النادي الأهلي النهاردة منذ أن تولى مارسيل كولر الإدارة الفنية للنادي الأهلي. خلال السبع مباريات السابقة دي أقل، أو ثمان مباريات بمباراة النهاردة، مباراة النهاردة هي الأقل في الناحية الفنية سواء من اللاعبين أو من المدير الفني وكيفية إدارته لهذه المباراة، ولكن كلنا كنا متوقعين هذا الشكل. بالمناسبة أي حد وجمهور الأهلي كله بيفهم كرة قدم الحقيقة، عشان كده هيبقوا فاهمين الكلام اللي احنا بنقوله ده كويس. أي حد شاف المستوى اللي قفل بيه النادي الأهلي آخر مباراة قبل إيقاف الدوري هيعرف إن الشكل العام للي جاي هيبقى سلبي، لأنه أنا مش محتاج حاجة، أنا كل اللي محتاجه ترتيب بعض الأوراق و توالي المباريات ده قبل الإيقاف. وبما إن الإيقاف حدث خلاص هبتدي أتمرن أو أمرن اللاعبين، في نفس الوقت أحاول أديهم الراحة لأنه بعد كده كل 3 أيام أو كل 4 أيام مباراة، وبالتالي لما أجي أتكلم أو لما أجي ألعب لازم أكون مدي اللعيبة راحة. وهو ده اللي حصل خلال الشهر اللي فات. النادي الأهلي أو مارسيل كولر استطاع أن يستفيد من هذا الشهر على قد ما يقدر، يعني هو وازن ما بين راحة اللاعبين ووازن ما بين ان هو يعلي الناحية البدنية عند اللاعبين. ولكن خلينا نبقى متفقين ان النادي الاهلي اقل مباراة لي من الناحية الفنية، مارسيل كولر اقل مباراة لي من الناحية الفنية. دايما مباريات الكاس لابد ان يكون فيها فائز. في المباراة النهاردة النادي الاهلي الحمد لله ان النادي الاهلي خرج من هذا المطب وقدر ان هو يصعد للدور القادم، ولكن ده وانا بتفرج دلوقتي احنا اول نص ساعه في المباراه كنا ممكن جدا 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 نخلص المباراه دي بفارق 2-3. الكره اللي عملها قفشه والكره اللي كانت معديه قدامنا من شويه، 3-4 كرات اتعملوا بالعرض كانوا سهل جدا جدا ان احنا نقدر نجيب اجوان، ولكن تظل قصة إهدار الفرص موضوع مهم جدا بالنسبة للنادي الأهلي خلال الفترة اللي جاية يجب أن يتم حله. احنا بنتكلم بمنتهى الصراحة وبمنتهى الشفافية مع جمهور النادي الأهلي، لأنه جمهور النادي الأهلي عارف الكلام ده كويس. هو احنا لو جبنا ال3-4-5-6 كور دول اللي قبل دول على طول قبل الجون ده كنا زماننا المباراة انتهت، ما كنتش لازم تجيب ال5-6 كور أو ال5-6 أهداف المحققة اللي كانت جاية لك، هات منهم 2 من ال6. لكن انت ما جبتش، ولما جبت هدف لما اللعب اتعدل شويه من ناحيه حتى كريم فؤاد ومحمد ابو السعود اخطا في هذه الكره ودخل الجون، وبالتالي بعد كده نادي الاهلي وقف، او يعني كان بيتلعب حاجه او بيلعب النادي الاهلي كان ساعتها بيلعب او اللاعبين بيلعبوا حاجه اسمها لعب تجاري. اللعب التجاري ده اللي هو ايه؟ خلاص النتيجه 1-0 انا هقف اقفل شويه وكده، قام داخل فينا جول. تعادل النادي الاهلي، وصلنا للشوط الاضافي الاول ووصلنا للشوط الاضافي الثاني بهذا الهدف اللي حضراتكم شايفينه امامنا. اذا هذه هي اقل مباريات النادي الاهلي. هل القادم هيبقى افضل؟ انا بقول لحضرتك من دلوقتي القادم افضل ان شاء الله. من مباراة للتانية هتلاقي القادم دايما أفضل،
من الناحية النفسية، من الناحية الفنية، من الناحية البدنية، من كل النواحي. اتفرج على مباراة الطلائع يوم الجمعة، هتلاقوا المباراة أفضل إن شاء الله. يوم الجمعة القادم هنرجع نلعب في الدوري، نادي الأهلي سيلاقي نادي طلائع الجيش في الدوري العام، هتلاقي المباراة بتاعت طلائع الجيش أفضل، النادي الأهلي أفضل فيها من هذه المباراة. وده الكلام اللي قاله كولر الحقيقة في المؤتمر الصحفي. وخلاص هنعتبر ان الموضوع عدى، وهنعتبر ان المباراة خدنا منها اللي احنا عايزينه، قدرنا نكسب، قدرنا نفوز، قدرنا نصعد للدور التالي لملاقات نادي سموحة. كمان شفنا عناصر جديدة وسط غيابات كثيرة، شفنا احمد نبيل كوكا، شفنا محمد اشرف، شفنا حسام حسن، على الرغم من هو اضاع العديد والعديد من الفرص، ولكن حسام لازم يقف مع نفسه ويعرف يجيب اجوان، لازم يرجع حسام حسن السموحه، لانه يمكن النهارده كان بيلعب في مركز مختلف، ولكن اكتر واحد راح للجون حسام حسن، اكتر واحد راح للجون. كريم فؤاد ايضا بيواصل تالقه وبيقدر يجيب هدف. فعندنا دايما لما بنيجي نتكلم، عشان بس حضراتكم ما تفتكروش ان احنا، لا احنا بنتكلم دايما، بنحب نقول لحضراتكم الحقيقه، ولكن احنا دايما داخل قناه النادي الاهلي بننظر الى نصف الكوب المليء، او النقاط الايجابيه اكتر كتير من النقاط السلبيه. لكن ما حدش هيقدر يقول ان احنا، حتى اللاعبين نفسهم على فكره مش هيقدروا يقولوا ان احنا عملنا مباراه كويسه. ليه؟ متوقع اللي جاي افضل ان شاء الله، دائما اللي جاي افضل.